طيب يعني مش صحيح اللي قايله المصري اليوم ان الاهلي بيعرض 12 مليون جنيه لتجديد عقد احمد فتحي لمده موسمين؟ لا انا ماليش، مش هقول لك الاسرار صحيح ولا مش صحيح. ما هو الكابتن عبد العزيز ما هو صرح اهو، ده عضو لجنه كوره لكن وفي الارقام نفس الوقت الحقيقيه ده مدير القطاع. الارقام الحقيقيه عندما بعيده يصرح عن كده. مش هصرح انا. طيب لكن اللي جاي ممكن تصرح فيه ايه؟ سوبر كوره بيقول لك بعد نجاح تجربه وليد ازارو المغربي مع الاهلي، الاهلي مهتم بالتفاوض مع مدافع في نادي الرجاء المغربي بدر بانون، والكابتن سيد عبد الحفيظ اجرى اتصالات بحسب موقع سوبر كوره مع النادي المغربي للحصول على خدمات هذا المدافع. انت من حقك تدرس، من حقك تقعد تدرس، تدرس اللي مش هيخلص في الشتاء يخلص في الصيف او ما يخلصش خالص، لكن انت ما تبعدش نفسك عن السوق بحيث ان انت في اي وقت السوق تبقى مفتوحه في كل المراكز قدامك، ما تضيعش وقت كتير. المركز اللي هتحتاجه هتشاور عليه. فهذا اي نوع من الدراسه او الحوار ليس بالضروره معناه ان صفقه ما سوف تتم. بس بالذات في ظل القيد. طيب لا هو الشتاء صعب لان انت خلاص مكه قاعد، والكابتن سيد قال كده، طلع وصرح. يعني مفيش دلوقتي لاعب اجنبي، مفيش لاعب اجنبي جديد مفيش في الاهلي في الشتاء. انما مش هتبطل تدرس لفتره الصيف.